إحدى البقاع الساحرة في بلدنا الحبيب من داخل مدينة العالمين الجديدة بإطلالتها العالمية المميزة. تقام قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد للنسخة طبعا ال17 وللمرة الثانية في بلدنا مصر طبعا في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر القادم، تواجد صفوة أندية العالم، وطبعا هتقام في صالة مصر الدولية في المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة. زي ما بقول لكم صفوة أندية العالم هتكون موجودة في هذا المحفل العالمي. بنتكلم في التصنيف الأول برشلونة الأسباني، فازبريم المجري اللي طبعا بيضم يحيى الدرع وكان سابقا بيضم يحيى خالد واحد من نجوم منتخبنا الوطني، كمان هيكون موجود النادي الثالث ماجد بورج الألماني، وفي التصنيف الثاني الأهلي والزمالك قطبي كرة اليد المصرية ونادي الخليج السعودي، التصنيف الثالث توباتي البرازيلي جامعة سيدني الأسترالي ونادي كاليفورنيا إيجلز الأمريكي. عشان نتكلم بقى أكتر في كل التفاصيل الخاصة بهذه البطولة والمكان البديع اللي احنا موجودين فيه يكون معايا واحد من عظماء كرة اليد المصرية، عميد لاعبي العالم سابقا وصاحب القضية، يعني لو في قضية في كرة اليد كابتن أحمد بلال، لو في قضية في كرة القدم فكابتن أحمد بلال هو صاحب القضية في كرة اليد، الهدف اللي حسم التأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم 2001 في مين؟ في الدب الروسي لافاروف، أعظم حارس في العالم اللي وقتها خلى منتخبنا الوطني يتأهل للدور قبل النهائي لأول مرة في تاريخنا في لعبة كرة اليد. كابتن أحمد بلال أهلا بيك. أهلا بيك. الله يخليك، ده نورك وكل هدف لا ينسى. الأول أنا بشكركم طبعا على اليوم الجميل دوت، ويمكن البطولة ديت بطولة تعتبر جديدة علينا، يعني هي 17 بس جديدة علينا ومستحدثة وبقت لها انطباعات خاصة ومهمة جدا في كرة اليد دلوقتي، وتأهلها بقى صعب جدا. فطبعا أنا بشكرك على التقديمة الجميلة، وطبعا كان مباراة لا تنسى طبعا، لا تنسى 2001 طبعا، رفروف كان الكرة الأخيرة في آخر نص دقيقة بالظبط. فاكر طب مين اللي ادالك الأسيست قبلها؟ هو كان مروان، هو كان معايا جنبي مروان طبعا. طبعا مروان هو احنا عملناها اعطيناها له واعطيتها له ورجعها لي تاني. أيوة انا رحت اخترقت من واحد واثنين من بره، وكان لا ينسى والجيل بالكامل الحقيقه لا ينسى، وحبب يعني بتكلم على جيلي انا حابه طبعا كره اليد بسبب كل العظماء اللي كانوا موجودين، وبنتكلم يعني قبليهم كمان كابتن سامح عبد الوارث، كابتن احمد العطار، كابتن اشرف عواد، مش عايزين ننسى حد، لان كره اليد يعني مليئه بالنجوم الحقيقه، من الناس اللي هم كانوا بدايات 95 كاس عالم في ايسلندا لما خدنا ثالث العالم، ودي كانت بدايه. ده انا ما حضرتش، لا كنت صغير، انا فيما بعد 95 كانت بدايه 95 كانت بدايتنا في ايسلندا لما خدنا خامس العالم. وكانت بدايه الطفره لكره اليد، ان الناس تهتم بكره اليد والناس تعرف يعني ايه كره اليد فعلا. وان فرقه بتوصل للعالميه والاولمبيات. قبلها كان برشلونه 92 طبعا، دي كانت خدنا فيها 11 العالم برشلونه، وبعد كده 95 وبعد كده 96 اتلانتا. لا يعني الحمد لله 93 طبعا في السويد لما خدنا 12 العالم كان بدايات برضو لينا. فاعتقد ان هي كانت بدايات مهمه جدا ان انت توصل للمربع، والمربع طبعا كان ليه ظروف خاصه مش عايزين نتكلم فيها، نقلب في المواجع يعني. من لعب فرنسا في وجود جاك شيراك طبعا، كان موجود جاك شيراك وكان بطوله قويه جدا، كان في تحيز طبعا لبعض الحاجات. طب بلاش نتكلم في الماضي بقى، خلينا في الحاضر باذن الله يبقى مشرق وجميل. نتكلم واحنا موجودين هنا في مدينه العالمين الجديده، شايف الى اي مدى ممكن مدينه بطابع العالمين، واحنا شايفين ما شاء الله يعني ليها مذاق مختلف تماما، مدينه بطابع عالمي ما شاء الله. يعني لو بنتكلم حدث زي النهارده ازاي يفيد مدينه العالمين سياحيا، انت عايز بقى ترتقي بالمكان ده تخليه مكان سياحي عالمي، مش بس بنتكلم على سياحة محلية، فحدث بالقدر وبالأهمية وبالمتابعة العالمية بتاع الحدث اللي موجود النهاردة، قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد بمتابعة كل أوساط كرة اليد في العالم، إزاي ممكن مدينة العالمين تستفيد منه؟ هو طبعا بداية اللي هيرجع كده شوية، بقالنا 3 شهور تقريبا بقى في مطار العالمين، ودي الخطوة الأولى ان انت تجيب الناس، ان احنا مدينة العالمين بين القاهرة واسكندرية، فاحنا كنا بندور على مطار، فمطار العالمين افتتحه بالظبط بقاله اعتقد شهرين بقاله شهرين، ده عطى سهولة ان اي حد عاوز يوصل للعالمين بسهولة جدا يكون متواجد زي كده، زي اماكن كتير في الغردقة شرم فعلا. دي المطارات دي بتدي انطباع قوي جدا وارتاحية لاي حد يفكر انه يجي العالمين. فهو وجوده ان هو يخش هنا العالمين ويشوف المنظر الجميل ده ويشوف الامكانيات الموجوده ويشوف الحاجات اللي هي زي ما انت قلت كده ايمن، الحاجات العالميه اللي هي ان احنا بنوصل بيها
في فينيسيا في اسبانيا في برشلونه في مدريد. هو اول مكان ده يعتبر حاجه يعني كمان ابديت للحاجات ديت فعلا. الحمد لله عاملين حاجه انا شايف ان هي حاجه على اخر حاجه مستوى اللي وصل ليها على مستوى فعلا والممشى والامكانيات والاوتيلات. طبعا احنا كنا عارفين طبعا الاوتيلات ديت اوتيلات قويه جدا. انا كراجل اسكندراني عندي ميزه كبيره جدا. بلديات لا بلديات انت اكيد عارف احنا كنا خش زمان او نوصل عشان نوصل البحر هنا يعني احنا كنا نوصل الشط لان الشط هنا ميته جميله جدا. طبعا صفاء الميه ده كفايه ان انت تبص المنظر اللون الجميل ده طبعا ولون الرمل اللي انت شايفه من البحر ده كان اساسي ان انت توصل هنا المكان دوت. فوجود مطار وجود اماكن زي فنادق والمول الموجود والسكوير يعني احنا عندنا دلوقتي عندنا كل حاجه تقريبا موجوده ودي بدايه اعتقد السنه دي بدايتها وان شاء الله بعد كده هتبقى بدايه قويه. زي ما بنشوف انديه عالميه بتعمل معسكرات في فتره التوقف بقى اللي الدنيا بتبقى شتاء وتلج في الدول الاوروبيه بيكونوا موجودين في دول مجاورة وانت امكانياتك ما تقلش عن الدول دي. فليه ما نلاقيش مثلا مانشستر يونايتد ارسنال ليفربول موجودين هنا في فترة التوقفات الشتوية بيعمل معسكراته هنا. لو انت بقى عملت ملاعب اعتقد الموضوع عملت مدينة رياضية متكاملة الموضوع هيبقى في المتناول تماما. يعني هو احنا كهاندبول احنا عشان بس انا بتكلم يعني ككورة وهاندبول يعني بشكل عام هاندبول احنا عندنا هنا قادة محمد نجيب عندنا هنا صاله عندنا ملاعب وعندنا كل قريبه جدا يعني هنا عندنا ملاعب وصاله طبعا ودي مش متوفره كتير في اماكن هنا في الساحل. واعتقد ان احنا مش بعيد خالص احنا برضو قريبين لو جينا استقرينا هنا ممكن نوصل لقاعده محمد نجيب نتواجد فيها كمعسكرات وتقول هناك احنا كاسكندرانيه عندنا دلوقتي بتيجي هنا بس بتيجي طبعا زي ما بقول لك بتيجي هنا. هو كل الفرق دلوقتي بتفكر ازاي تعمل حاجه جديده بالذات في فتره الاعداد ازاي نوصل ان احنا تطلع اللعيبه بره الروتين المعتاد المود اللي هو دخول الكامب ودخول المعسكرات ساعات احنا كنا بنعيش فيها ممله. احنا وصلنا اماكن فيها اماكن ممله فاعتقد ان وجودنا في مكان زي دوت هيدي انطباع كويس جدا ويدي يعني التنفس لبعض اللعيبه انها تشوف مناظر كويسه وفي نفس الوقت تستفيد منها بدنيا الامكانيات الموجوده. حلو. لو بنتكلم على الاستفاده الفنيه ازاي ممكن انت بتتكلم قوام المنتخب الوطني في الوقت الحالي اغلبه من اللاعبين المحترفين بيجي بعد كده التدعيمات او يعني اللعيبه اللي بتيجي من اهلي وزمالك في المقام الاول. نادرا لما بتلاقي لعيبه خارج الاهلي والزمالك. يمكن بنتكلم في جيلكم كابتن شريف مؤمن كان من الطيران تتكلم حضرتك كنت من الاولمبي نفس الكلام كابتن حماده النقيب لكن في الاغلب الاهلي والزمالك هم القوام مع مجموعه المحترفين في الوقت الحالي. اهلي والزمالك هيخوضوا لقاءات في غايه الصعوبه احتكاك حقيقي ماجدبورغ برشلونه فازبرم المجري ممكن نلاقي مواجهه ما بين يحيى الدرع مع نادي القديم سواء الاهلي او الزمالك لانه لاعب للاثنين. فالى اي مدى بتشوف نوعيه البطولات اللي بالشكل ده تفيد منظومه كره اليد المصريه بشكل عام ومنتخبنا الوطني بالتحديد؟ هو انا شايف ان احنا كان ناقصنا زمان وكان اللي خلانا نوصل للعالميه الاحتكاك الدولي. صح. احنا عندنا مشكله ان الدوريات بتاعتنا المصريه والعربيه دورات ضعيفه. الاحتكاك بيبقى قوي لما بتلعب مع اوروبا. اوروبا دايما كنت تاني. بتعجب اقول ازاي يعني لما كان عندنا عدد محترفين اقل بقول ازاي الدوري المصري مع كامل الاحترام ليه بيخلي المنتخب بيناطح المنتخبات العالميه. ما هو عشان كده يمكن واحد زي لكن كنا بنقف عند ليفل معين. احنا الدكتور حسن مصطفى في بداياتنا في 92 93 لما بقى رئيس الاتحاد المصري بعد كده بقى رئيس الاتحاد الدولي وفتره اللي هي من التسعينات لغايه 2000 لما بقى رئيس الاتحاد الدولي احنا كنا تقريبا باسبوراتنا بتنتهي في خلال سنة. حلو. لان احنا كنا على طول بنطلع مع تنافس مع اوروبا مع اوروبا معنى ايه معنى ان احنا على طول بنلعب فرنسا على طول بنلعب روسيا لو بنقابلها شويه الدنمارك السويد كانوا برضو ابطال عالم عندك كان المجر اسبانيا دول اللي هم نقول عليهم اللي هم ايه المستوى الليفل ايه فتاحه للعب فتاح اللعبه وهم كانوا بطوله العالم زمان او بطوله اوروبا بطوله العالم اولمبياد سويد روسيا سويد روسيا كان ما حدش بيخش جواها يمكن احنا الحمد لله احنا بالاحتكاكات اللي عملناها اللي انا كنت بقول عليها الدكتور حسن مصطفى كان عاملها معانا ان هو زقنا ان احنا نطلع معسكرات كتير جدا وكان ساعتها كان هي دي عدم الرهبه وعدم الخوف ان انت تقابل الفرق ما تجيش تقابلها في بطوله العالم انت عمرك ما شفت اللعيب ده قبل كده عشان برضو زي ما اتكلمت في موضوع عدم الاحتراف اشوفهم فين صح. فكان الاحتراف بالنسبه لنا كان ضعيف جدا بس بعد كده لما فتح ان في الفتره دي كان كل الشغل كله ان انت تروح تلعب منتخبات. احنا وصلنا في التسعينات في نص التسعينات ان احنا بنطلب بالاسم في البطولات الوديه زي بريس بيرسي دي كنا بنطلب بالاسم يعني احنا مثلا في بريس بيرسي 2000
لاعبين باريس بيرسي بطلب من فرنسا انها تلعبنا، وخدنا باريس بيرسي. يعني سنه 2000 احنا واخدين باريس بيرسي في فرنسا، وكانت اول مره بطوله وديه. بطوله وديه بس كانت بطوله وديه بطابع رسمي بعض الشيء. وكانت الناس كلها تتمنى، هم كانوا اربع فرق ما كانش حد يروح، كانوا بيختاروا النخبه عشان يعملوا في باريس بيرسي. وكان ده زي ما كنا ايه زي بيقولوا بروفا لكاس العالم. وكان كاس العالم طبعا بعديها في 2001 في فرنسا. فديت كانت الفتره اللي احنا كنا بنتكلم فيها، اللي فتره اللي هي الطفره، ان انت ما بتهبش اللعيبه اللي انت بتلعبها، ان انت لعبتها قبل كده طبعا. والهاندبول عندنا عارف احتكاك، ان انت تشوف اللعيب ازاي بيعمل، والسكاوتنج كان بيتعمل طبعا دلوقتي اعلى بكتير قوي. فده كان اساسي ان احنا وصلنا المرحله ديت، ان احنا كنا احتكاكنا كان قوي جدا يعني. حلو. كيف يستفيد الاهلي والزمالك من استضافه البطوله في مصر بشكل عام وفي مدينه مصر الدوليه، استاد مدينه مصر الدوليه في المدينه الاولمبيه؟ طبعا هيبقى يعني باذن الله يبقى المشهد كالعاده بديع، زي ما شفنا قبل كده تنظيمنا لكاس العالم 99، العديد بقى من البطولات القاريه في كره اليد بالتحديد. فازاي الناديين يستفيدوا ان هم يصلوا لابعد نقطه ممكنه؟ احنا بنتكلم على مستويات الثلاث فرق اللي جايه من اوروبا مخيفه. احنا شايفين دلوقتي ان بيحصل لنا الفتره اللي فاتت ديت الاحتراف، ده خطوه للعيبه المصريين والاهلي والاهلي والزمالك. اللعيبه دي انا شايف ان هو ده وقت التسويق. احنا عندنا مجموعه اوريدي بره، ازاي نسوق اللعيبه اللي هي طالعه من 2002 و2004 والفينات وال98 اللي هم بيقولوا عليهم صغيرين شويه لسه مخلصين عندنا بالنسبه لنا كليات وجيش. فده فترتهم ان هم ازاي يزوروا نفسهم ويطلعوا، اذا كان اهلي وزمالك ان هم تقريبا عندهم النخبه بتوعت الجيل ده، لان احنا عندنا الجيل الليفل ايه طبعا بره مصر. ده بنتكلم بقى علي زين ويحيى وعمر خالد اللي هو يحيى خالد، وعندنا دودو، وعندنا مجموعه كبيره عشان ما ننساش حد، وسند اولادي دوكم مربيه في منتخبات 88 و90. فطبعا انا فرحان بيهم. فطبعا ده فرصه للعيبه اللي موجوده في الاهلي والزمالك حاليا انها تطلع. واحد زي احمد عادل ما طلعش ليه بره مصر؟ لسه كنت اسالك. واحد زي احمد عادل، واحد زي حميد، عندنا لعيبه كتير عشان ما ننساش حد، بس واحد زي محمد طارق، شخصيه ولد لسه مستقبل سنه 2002 2002. فانا قصدي دي فرصه لينا احنا لعيبه اهلي والزمالك ان هم يلعبوا على مستوى عالي، واللعيبه دي تظهر. يعني انا مثلا مش هنسى عشان بلال الجناح بتاع الزمالك سوري الاهلي اللي بيلعب في المانيا دلوقتي الوينج ليفت ده طلع من بطوله العالم راح احترف في المانيا. فاعتقد دي فرصه ان احنا نطلع جيل 98 و2000 و2002 و2004، فرصتهم ان هم يلعبوا مع الزمالك دلوقتي والاهلي، ان هم تبقى فرصه ان هم يطلعوا بره مصر. الاحتراف هيحترف ازاي؟ عن طريق الماتشات دي، لان البطوله دي العالم كله بيتفرج عليها فعلا. طبعا البطوله دي بطوله دلوقتي رسميه، والاتحاد الدولي هو اللي منظمها، هو الراعي ليها. فاعتقد ان كل الناس قاعده تتفرج، ما تش تتفرج بس، ان الدوريات كلها واقفه الفتره دي، الفتره دي كلها الناس هو توقيتها هيبقى مثالي جدا. بتتكلم على القرعه بالتحديد وفيما بعد البطوله باذن الله. انا بتكلم على البطوله، هو البطوله دي بتقف عشان احنا في ده الكلام ده للدوري، بيبقى توقف دولي. الاتحاد الدولي منظم بطوله فبيوقف على طول المسابقات، لان انت بيبقى عندك ماتشات في الدوري لو بدات يعني. فدي فرصه لينا احنا اللعيبه بتاعتنا كلها، ان احنا شايفين ان احنا فيها بروميس، يعني انها تبدا ان شاء الله تساعد نفسها انها تثبت وجودها، فتقدر ان هي تطلع بره مصر ان شاء الله. ان الشركه المتحده للرياضه بالتعاون طبعا مع وزاره الشباب، بنتكلم في اتحاد الهاندبول، يتم منح مصر ثلاث اعوام متتاليه تنظيم بطوله اللي كان بتسمى قديما السوبر جلوب، بقى الوقت الحالي بطوله العالم للانديه لكره اليد، وكمان بطوله العظماء السبعه، او يعني بطوله عالم بتبقى شبه مصغره يعني. بطوله العالم العظماء السبعه دي كانت اعتقد كان ليها صله وكان ليها هيبه زمان يعني. بالظبط. انا بس عاوز اتكلم في حته ثانيه مهمه جدا، يمكن دي تذكره ان كانت اول بطوله دي اتعملها نادي صد القطري في 2002 2003 وصد القطري فاز بالبطوله. كان الصد القطري كان مليء باللعيبه المصريه، هو منتخب مصر كان بيلعب صديق فعلا، لان هو كان بدايه القانون اللي بيسمح ان انت تجيب اي لعيب يلعب معاك، ما فيش عدد معين. فكانت تسمح. فاحنا تقريبا لعيبه المنتخب بتاع ساعتها كان كابتن حسين زكي اعتقد كان موجود، عندك حسين وصابر ومروان وحماده النقيب وشريف مؤمن. دول الخمسه اللي انا فاكر ان هم، اعتقد مروان كمان، يعني الخمسه دول مروان رجب كمان، مش فاكر جوهر صراحه، مش متوقع مش فاكر قوي. فدول كان تقريبا منتخب مصر يعني، وكانت بالنسبه لنا اول بطوله ياخدها كانت بايد مصريه في وجود طبعا في قطر. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا برضه عايز اذكرها، ان احنا كنادي اهلي لما نظمها قبل كده كانت برضه على مستوى عالي جدا، وكانت لسه ما خدتش
البروباجندا اللي هي زي دلوقتي الشو اللي بقى فيها الشو في الوقت الحالي. دلوقتي الناس كلها مستنيه، الناس كلها عايزه تتفرج على احسن لعيبه في العالم جايه تلعب. فدي بالنسبه لنا طبعا فرصه كبيره جدا ان مصر تاخدها ثلاث دورات ورا بعض. ده طبعا نجاح لينا كمصريين ان احنا عندنا امكانيات تسمح ان احنا نعمل كده. عندنا طبعا اتحاد دولي طبعا في وجود الدكتور حسن مصطفى ان هو يبقى سبورت لينا كمصريين، ان هو يدي الدعم لمصر ان هي تزرع صوره ككره يد بعد كاس عالم 21، ان احنا كاس عالم 21 اثبت للناس كلها ان مصر عندها الامكانيه انها تعمل اي بطوله اعجازيه، بطوله في اي يعني وقت. لك ان تتخيل ان نظام الفقاعه الطبيه اللي احنا عملناه طوكيو بعدها الاولمبياد العام اللي بعده على طول عمل نفس السيستم، انت كنت سبقتهم كمان وقتها. طبعا الفقاعه طبعا البالون اللي انا عملتها وكانت بدايه ان انت تمارس رياضه في أسوأ الظروف الصحيه. فعلا ويمكن كنا بختنا كان وحش قوي اللي لو كان في جماهير في ماتش الدنمارك ده انا اكيد اجزم انا كنت موجود ان الماتش ده كنا نعديه. هي دي يمكن كانت هتبقى الزقه اللي كانت تخليك تعدي الجيم ده. انا غصب عني هتكلم برضو ان الزقه بتاعت الجمهور هي زقه برضو ان يحيى خالد ما كانش موجود ومهاب في ماتش اسبانيا. انا اسف هتكلم برضو غصب عني عشان هاندبول ده تخصصي، يعني يمكن دي نقطه برضو كانت فارقه في ماتش زي دوت ماتش اسبانيا. ولو ان سيف الدرع عمل جيم بطولي. لا سيف الدرع يعني الراجل خلص جاب اللي عنده كله وعمل كل ما تصور. انا لا الومه تماما على الكوره دي عاديه جدا عادي جدا يعني. لا بتكلم عن ما شاء الله، انما هي الضغط في الدفاع وفي الهجوم كنا محتاجين طبعا. فاعتقد ان دي كانت من الحاجات اللي شايفها هي كانت مقصره شويه معانا. بس طبعا احنا بنشكر طبعا دكتور حسن مصطفى وبنشكر الاتحاد الدولي ان هو يدينا ان احنا مهم. فتحت نقطه مهمه قوي، فكره ان انا كمصر بشكل عام استضيف محفل دولي، محفل مهم في عالم كره اليد ثلاث اعوام متتاليه. ده بيفرق معاك ايه كانطباع العالم كله وعالم مجتمع كره اليد بشكل عام عن مصر، انها تبقى العيون كلها متجهه لمصر في بطوله العظماء السبعه، في بطوله العالم للانديه؟ طبعا لازم اشيد بخدمات المتحده للرياضه ان هم يجيبوا بطوله بالاهميه دي عندنا. انا يعني هرجع برضو بالحاجه الاهم، احنا هنا بنعمل انتعاشه لكره اليد المصريه. اولا لان انت بتدي فرصه ان الولاد يشوفوا ابطال العالم موجودين هنا في مصر، فبتبقى بتزود القاعده في كره اليد، وتزويد القاعده في كره اليد بيزود الاهتمام اولياء الامور والاولاد بكره اليد. فان شاء الله يدي لك اجيال، الاجيال دي تساعد ان هي تبقى محترفه بره مصر، لان هي هتشوف نفسها تارجت ان هي توصل للمكان ده، ان هي ازاي تلعب بطوله عالم وازاي تلعب زي المحترفين بتوعنا كلهم بدايه من مصر. نيجي بعد كده على عالميا، بتدي انطباع طبعا قوي جدا ان انت احتكاكك بالفرقه دي بتزود كلاعيبه المنتخب. كنت بكلمك على 2002 و2004 و98 ويمكن كمان بعد كده هيجي يخش هنا 2006. البطولات دي بتدي الانطباع ان الولد ازاي انا اخش اوصل ان انا ابقى موجود في مكان في المكان ده. ودي فرصه ان هو الثلاث بطولات الجايين دول هيدي فرصه ان شاء الله باذن الله. واحنا بنتكلم يمكن نجم النجوم احمد الاحمر هو يعني لسه واصل، فتلاقي بقى الناس كلها طبعا احمد الاحمر التاريخ اخذ التاريخ ما شاء الله طبعا عمل كل الريكورد. ابراهيم المصري طبعا من واحد من نجوم منتخبنا الوطني موجوده وكمان النهارده. احنا النهارده ان شاء الله هنشوف ناس كتير جدا ليها تاريخ في كره اليد. كلمه السر في كره اليد تواصل الاجيال، يعني بنتكلم على جيلكم ما شاء الله كان جيل مميز جدا، كل جيل كان فيه نجوم، يعني كره اليد المصريه لا تتوقف عن تواجد وميلاد نجم جديد. ومش بتكلم نجم واحد، لا مجموعه من النجوم، يعني منتخب الجيل الحالي ده مليان نجوم، جيلكم مليانين. انا كل ما اقول لك اسم لعيبه اخاف ان انا انسى اسم تاني من الفطاح اللي كانت موجوده واحنا بنتكلم قبل الهوا حتى. يعني ما هو ده اللي احنا كنت بحكي لك شويه، ان انت ازاي اللعيبه الصغيره تشوف توصل للعيبه الموجوده حاليا تبقى زيها. هم ده اللي عملوه منتخب مصر حاليا دلوقتي. ان هم شافونا زمان ان احنا كان في تسلسل، يعني انا مثلا بنتكلم في التسعينات وبعدين 2001 وبعدين ابتدت الناس كلها تطلع تهتم بكره اليد، ان شايفه في فرقه بتوصل عالميا، فابتدت الاجيال تطلع. يعني انت هتلاقي في تزامن وتلاحق بين اللعيبه، وده اللي واضح حاليا هو اللي انت نحن بنتكلم فيه دلوقتي، ان هو كان في مجموعه من اللاعبين وصلوا للعالميه، ابتدى بعد كده الناس تبص الله طب انا عاوز العب كره اليد ليه ابني ما وصلش. فعلا عايز اقول حاجه الولد نفسه كمان، ان انا اغلب مثلا بتكلم على الاصدقاء المقربين ليا ولادهم كلهم دلوقتي بيلعبوا كره يد، يعني حتى اللي بيخلي ابنه يلعب كره قدم بيبقى في نفس التوقيت، عارف السن الصغير ممكن الطفل يلعب لعبه واثنين وثلاثه كمان، لكن كله بقى عنده توجه لكره اليد. دايما الحاجه الناجحه بتبقى جاذبه، يعني برده تشوف لعبه زي الاسكواش تلاقي قاعده ممارسه عريضه جدا. طبعًا اللعبه الناجحه بتجذب دايما الشباب والاهالي، هي اللي في النهايه ممكن تجيب الطفل. يعني ليه؟ لان هو الموضوع ما خلصش،
يعني مثلا مش 2001 كاس العالم كانت حقبه والدنيا انتهت، لا دي ابتدت كملت مكمله يعني في استمراريه، والاستمراريه ده هو ده النجاح اللعبه. فتلاقي ان غصب عنك ان هو ايه، مش لعبه ظهرت كده، انا اسف يعني اي لعبه واتيفر، مش عايز اتكلم على لعبه تطلع شويه وبعد كده تختفي وما لعبتش. انا افتكر زمان كان في بطولات كانت بتلعب عندنا في اسكندريه في الباسكت، بعد كده الدنيا وقفت شويه. ففي فتره ان انت استمراريه اللعبه نفسها واستمراريه النجاح للاعبين اللي بتلعبوا خارج مصر، ده اعتقد بيدي تارجت كبير. اكبر دليل على اللي احنا بنقوله ان انت عندك عدد المحترفين بتاعك زاد، مع ذلك ان قناعات الانديه العالميه والمدربين العالميين بيك كلاعب مصري كل ما ده بتزيد. انا بثق في اللاعب المصري، زمان كنت ممكن اقول ده لعيب مزاجي، ده لعيب مثلا لا يعتمد عليه في الاوقات اللي فيها ضغوطات، لا دلوقتي بقى من الايمج او من الانطباع العام عن كره اليد المصريه بقى في عدد كبير قوي من اللاعبين المحترفين. انا اقول لك هي كانت في مشكله عندنا، كانت مشكله زمان لما احترفت، انا اعترفت سنه 92، رحت النمسا وبعدين قعدت 2 سيزون لعبت على فكره نهائي كاس اوروبا، والله الناس ما بتعرفش كابتن انت لعبنا كاس اوروبا نجم كبير. احنا تاريخنا ما كانش فيه ميديا، ما هو للاسف هو سوء حظ الاجيال القديمه ما كانش فيه سوشيال ميديا. انا بتكلم احمد الاحمر المحترف ولا كابتن حسين زكي مع سوداد ريال وكم النجوم اللي كانت زمان موجوده، لا كلها يعني هو يمكن الوحيد اللي هو يمكن اخر حاجه بسيطه حسين، بعد كده الناس ما شاء الله ميديا، يعني هو في لعيبه عندنا بيشوط كوره من الناس تتفرج عليه العالميه. فاحنا لما احترفت في النمسا وبعد كده احترفت في اسبانيا وبعد كده احترفت في تركيا واحترفت دي كان بالنسبه لي استمراريه. كان في، مش هتكلم عشان نفسي بس، كان في ساعتها كان في مشاكل لبعض اللاعبين ان هم يخرجوا بره مصر، ممكن كانت اللغه كانت بتاثر شويه، العادات والتقاليد كانت بتفرق كتير جدا. نقطه مهمه جدا، احنا دلوقتي نعمل ابديت الحاجات دي. وطبعا عندنا نموذج كبير محمد صلاح، ازاي هو تعايش بزوجته محجبه في انجلترا في مجتمع غربي عاداته مختلفه بعض الشيء. هم ابتدوا كمان يتقبلونا، يعني احنا الاول ما كانش فيه تقبل بينا، ابتدى يتقبل واحنا ابتدينا نتعايش ونعمل ابديت للحياه ازاي تعيش معاهم. ونقطه اللغه وعقليه اللعيب دي نقطه مهمه جدا. يعني اغلب الجيل الحالي ابراهيم المصري بتتكلم ده دكتور سنان اعتقد او صيدلي، اغلب اللعيبه خريجي جامعات، يعني ما فيش واحد من هندسه وتجاره وجامعات مختلفه، فبتتكلم ده بيطور التعليم بلا ادنى شك، بيطور عقليه اللعيب، فده من الاسباب اللي بقى عندنا عدد محترفين اكبر طبعا. يعني ده جزء كبير جدا ان هو القصه اللي هو نقول عليه بالتوازي، اللي هو الرياضه مع التعليم، ان احنا محتاجين في فتره من فترات ان احنا نخلي بالنا من الولد، ما نقولوش انت تلعب رياضه بس، في اي لعبه عامه لازم كمان يدرس عشان يبقى مثقف رياضيا. احنا عندنا مشكله عدم التثقيف الرياضي، مشاكل بتحصل بعد كده، اللعيب ما عندهوش يعني ايه ثقافه رياضيه، ما عرفش ايه اللي مطلوب منه وايه الواجبات اللي عليه، فيبتدي يغلط، فيبتدي يحط نفسه في مشاكل لان هو مش مثقف. التثقيف دوت مش انا دخلت كل مدرسه وخلاص، لا التثقيف ان انا ازاي اتعامل، ان انا مش حاجه فائض كده ملهاش اهميه، لا حاجه مهمه جدا. طبعا اللغه زي ما انت قلت ايمن، اللغه مهمه جدا جدا، ان هو عارف ان هو رايح حاجز اللغه ده كان بيعيق لعيبه كره قدم كره قدم بالتحديد، لعيبه كانت عندها امكانيات مش طبيعيه، كان يعني يطلع بره لا يجيد التعامل مع الاجانب، فخلاص الموضوع انا هكمل ازاي في الاجواء دي، فبيرجع بالتجربه بتفشل. انما اللي انا الجيل الحالي اغلبه يجيد التحدث لغه واتنين، تتكلم في واحد زي محمد سند بيجيد الفرنسية بطلاقة، فهناك الناس ما شاء الله ليه وضعه ليه قيمته، جامعة أمريكية جامعة أمريكية، أغلب اللعيبة بتتكلم لغات بطلاقة شديدة جدا، ده شيء مهم علم التعليم دي مهمة جدا. أنا بس يعني بالمناسبة دي أنا برضو يعني غصب عني هشكر القوات المسلحة إن أنا عارف اللي عملته هنا، وبشكر طبعا أنا يمكن موجود دلوقتي حاليا في نادي حرس حدود، ودي من الحاجات اللي أنا برضو عاوز أشكر فيها القائد سيد القائد محمد جحوش، طبعا القائد الأعلى لنادي حرس حدود وقوات مسلحة سلود، واللي هو علي والعميد اشرف النمر، الناس دي بجد ساعدتني كتير جدا في فتره ان هم عاوزين يعملوا رياضه، فلقيت ان في نادي حرس حدود عاملين امكانيات دلوقتي قويه جدا ان هم يساعدوا ان ما تبقاش عمليه انديه قوات مسلحه. بقت لا احنا شايفين رياضه للناس العاديه، من الثلاث ابطال الاولمبيين من نوادي للقوات المسلحه، محمد سيد وساره سمير الاثنين. على فكره الناس دي طالعين من المدرسه العسكريه، يعني انا عشان اعرف العميد اشرف نمر كويس كانوا في المدرسه العسكريه، كانوا موجودين مع كان في قبلهم اللي هو حمدي عاشور، الناس دي انا شفتهم لانهم عندنا في اسكندريه وكانوا موجودين في معسكرات في المدرسه العسكريه، ودول اتربوا وكانوا بيصرفوا عليهم، يعني عشان كده انا بشكرهم بجد، الناس دي بجد مهتمه جدا بالرياضه وبتطلع ابطال بجد، بابطال بمعنى ان هم حققوا لك ميداليه مش ابطال بس يعني عاديين. خلينا نخش شويه في مود البطوله بقى، انا عايش ناس معانا كده في القرعه، انت بتتكلم ان الاهلي والزمالك هيقعوا معها اثنين من الثلاث انديه، ماجد بورك
فازبريم وبرشلونه الاسباني. لو انت بتتمنى تجنب نادي من الثلاثه يبقى مين؟ يعني مين اقلهم؟ مين اقل نادي من الثلاثه؟ بص انا ما بقاش ما بضحكش عليك، هو في طفره موجوده في الثلاث انديه دول، بس في لعيبه برشلونه ومجد بورك وفيزبريم عملوا تجديدات في الفرقه، احلاله تجديد. يعني مثلا زي مثلا يحيى يحيى خالد، يحيى خالد مش موجود في فيزبريم بقى في بي اس جي. واخد بالك، وممكن يكون نديم ممكن يكون بيلعب هناك، انا مش فاكر كان هم مجددين معاه ولا لا. نديم بتاع نديم جاملي في بي اس جي. فانا بتكلم في ان انا مش هقدر احكم على البطوله اول لما تبدا، بمعنى انا ما اعرفش اللعيبه هو طبعا معمول عليها سكاوتنج، بس دي لعيبه جديده، في لعيبه داخله جديد السنه دي، في لعيبه عقودها انتهت السنه اللي فاتت وداخله بتاع. يمكن برشلونه فيها شيء ستيبل شويه، فيها بعض اللاعبين فارجاس اللي عذبنا ماتش اسبانيا، فارجاس كان يعني فارجاس اصلا يعني من الحراس بلندن ولندن وفرجاس، يعني في حراس. بس كابتن انا بتكلم على فرجاس بالتحديد، يعني دايما مدرسه حراس المرمى في الهاندبول لافاروف كان طويل، اطرافه طويله جدا. نيكلاس لاندين برضه نفس القصه، لاندين يعني مش قوي يعني. بس لاندين عملاق، في ماتيوس برضه كان باليكا يعني متوسط، مش عملاق قوي. باليكا طوله متوسط بعض الشيء طبعا، حارس منتخب السويد العالمي يعني. لكن لو بتتكلم على فرجاس جسمه قليل قوي لكن رشاقته مش عادية. بص احنا طبعا غصب عننا لازم نعرف اللي بيحصل جديد في تطور حراسة المرمى، تطور التمرينات بتاعت حراسة المرمى والسكاوتنج اللي بيتعمل على اللعيبة ده بقى، يعني لو كان موجود ايامنا احنا ما كناش وصلنا للمستوى دوت، كنا عدينا كمان. احنا كنا بنشتغل يدوي، دلوقتي تكنولوجيا عاليه جدا في بعض السكاوتنج اللي بيعمل الانلايز اللي بيتعمل على الحراس. الحراس بيتعمل لهم وبيتحط لهم على كل لعيب بوجود في الملعب اللي هم ال 14 لعيب تقريبا، بيبقى 14 لعيب مثلا في اثنين حراس و14 بيتعمل لهم انلايز احصائيه لكل اوضاع الشوط لجميع المباريات اللي بيلعبها في خلال مثلا سنه. في خلال ساعه بيتفرج على كل اللعيبه كلها. فاعتقد دلوقتي بقت قويه جدا ان انت تبقى تعرف اللعيبه غير ان امكانياتك يبقى تسمح لك. تصنيف حراس المرمى للعيبه لده لعيب او لا يعني لو اتكلم ان انا بصنف حراس المرمى لصنفين، صنف بيحفظ يعني انا بعمل سكاوتنج ومعايا محلل اداء فبيقول لي اللعيب الفلاني لو طلع ومال بجزعه بشكل ما هي اوضاع جسم او اوضاع جسم بالتحديد. وفي الحارس الموهوب اللي هو بيلعب على قرايه الجيم او قرايه اللحظه اللي موجوده في الوقت الحالي، ده تصنيف حقيقي ولا لا؟ لازم الحارس يبقى مزيج ما بين الاثنين؟ لا هو لازم يكون مزيج بين الاثنين. ده الجزء الثاني كمان، هو معلش هو الحراس دول خبرات عليه، بمعنى هو مش طالع يعني مثلا نيلسون بتاع الدنمارك اللي هو البديل ده في برشلونه، اعتقد برشلونه صح، نيلسون ده بيجي يلعب ماتشات واحده يعني. نيلسون ده كابتن مليان جدا. احنا عندنا بطل محمد علي طبعا ما شاء الله طبعًا. يعني محمد علي محمد خس كمان يعني لا انا بتكلم انا بتكلم على امكانيات ان انت تحس ان هو الصوره من بعيد تبين لك ان هو ايه، ان هو لا هو لا محمد علي هو في رفع كوره رجله عدت راسه بيسد كوره يعني، واخد بالك؟ بالذات في ماتش فرنسا عمل ماتش هايل جدا، ماتش الدنمارك الشوط الثاني ده يبين لك برده من النماذج ان اللعيب عنده دايما مارجن او عنده امكانيه التطور. محمد علي كان في بطوله العالم اللي هنا كان بره السكواد، كنت بتتكلم هنداوي والطيار واللي كان تالت حميد هو اللي كان في القائمه البديله، محمد علي ما كانش الحسابات تماما. لكن هنا الطموح ساب نادي الزمالك، طلع عمل تجربه واثنين وثلاثه ودرجه ثانيه في اسبانيا، مش ما كانش يعني ان انا ابقى لا موجود في نادي من انديه الصف ولو ما جاليش يبقى انا مش هطلع. لا اشتغل نفسه واحمد الطيار بيشتغل نفسه وكريم كاتونجا بيشتغل نفسه طبعًا. الناس دي كلها بتشتغل نفسها، ان هي عارفه ان احنا زي ما احنا بص هي مدرسه، والمدرسه دي بتطلع كل سنه بتطلع جيل. انت بتتكلم على حميد، بتتكلم على طه، بتتكلم على عبد الرحمن طه، محمد ابراهيم السنه دي عمل سيزون كويس جدا طبعا، وخد بالك محمد سامي في البنك الاهلي عمل ماتشات كويسه جدا، وخد بالك انت سيد يعتبر في السبورت. لا انا مش عاوز انسى ناس طبعا. مش عاوز انسى ناس، بس ناس كتير جدا في فلفل يعني في الزمالك، عمل في الزمالك كان بيشيل الزمالك في اخر سيزون لوحده. يعني ناس كتير جدا بدون ما انسى حد، يعني ناس كتير جدا اشتغل نفسها واتفرج عليها على مستوى عالي. بس احنا بنتكلم ان احنا الفتره الجايه محتاجين، يعني انا شايف ان احنا في غصب عننا العمر، فمحتاجين نعمل احلال وتجديد. نعمل بقى طبعا لازم نعمل بقى نزق او ندفع بالصغيرين شويه ونديهم فرصه ده حصل في اكتر من مكان.
يعني شفنا محمد طارق موجود معاه احمد عادل، ولو ان انا بشكل شخصي افتقدت تواجد محمد ممدوح هاشم، يعني هاشم على طول شبيب احمر كده، على طول اي تجمع للمنتخب لازم تلاقي هاشم موجود. هي 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 احنا زي ما قلنا هي سنه الحياه طبعا، سنه الحياه طبعا. زي بعد ما احمر اعتزل تحس ان انت مخضوض، انت مش واخد على شكل المنتخب في وجود احمد الاحمر، لكن بعد كده في بطوله العالم اللي فاتت مهاب ويحيى خالد طبعا. لا انا بكلمك على بطوله العالم اللي فاتت لما كان يحيى خالد مش موجود، مش موجود ما هي الاصابه، كان مهاب ومحسن رمضان الاثنين فاجئونا الحقيقه، تحمل المسؤوليه مش عادي. وده الجميل، يعني انا يعني من وجهه نظري ان احنا محتاجين نعمل بي تيم. انا من وجهه نظري لان احنا عندنا مجموعه للمنتخب، للمنتخب طبعا، لان عندنا مجموعه كانت معموله في شويه اوقات يا كابتن، هل مكمله الفكره دي ولا لا؟ الفتره الجايه لسه عمل، ان احنا عندنا بي تيم دوت محتاج ان هو يتحضر دلوقتي للفتره الجايه عشان يخش في منافسات، عشان يتحضر لما يجي يقع حد من الاي تيم، لان احنا عندنا صح. عندنا ناس زي الاصابه اللي حصلت، ان في لعيبه اصابت مره واحده كده وحصل كده، ان احنا محتاجين يبقى في البديل، البديل مصبوط. القوي مصبوط. البديل القوي اللي احنا نقدر نساعد بيه الفتره الجايه، ان احنا نقدر نحط فيه الاحتياطي لما نيجي نزلق ان شاء الله باذن الله. كويس قوي. في البطوله دي النظام بيتيح ان انت تضم عدد من اللاعبين المحترفين. الاهلي والزمالك ايه الاماكن اللي انت شايف هم في امس الحاجه اللي انا اضم لعيبه اجانب او حتى لعيبه مصريه لكن مش متعاقده مع الاهلي او الزمالك؟ يعني انا من وجهه نظري ان في استقرار شويه في الاهلي، المراكز عنده تقريبا مكتمله، ما عندوش مشاكل كتير، مستقر، ما عندوش حتى طلع بره، انما الزمالك عنده ناس كتير طلعت بره، الداح مؤثر طبعا، يحيى الدرع من سنتين وحسيف الدرعين والاحمر البديل اللي وراه لازم يكون محسن، لازم يشد عليه شويه، عندنا برده ناحيه الليفت عندنا برده يعني بكار كان محتاج شويه، ان هو برده محتاج يبقى حد وراه تشيل وراه، مازن موجود بس كان فيه اصابات، الحراسه طبعا شايف ان كريم كتونجا راجع الزمالك هيبقى مع فلفل، اللي سمعته يعني اللي انا وصل لي ان هم خلاص مكملين، ما عندهمش مشاكل كتير، بس الزمالك اكتر، الزمالك محتاج دفاع هجوم، وجود برده في الدفاع واحد زي هتلر كان موجود ما بقاش موجود اثر شويه، محتاج محمد طارق صغير، محتاج ياخد خبرات عشان يجي خالد وليد كمان، وانا عرفت ان محمد طارق موجود عشان الموضوع ده، يعني كان موجود في المنتخب عشان يبقى بديل للمصري، يعني هو بيتحضر محمد طارق ان هو يشيل بعد المصري، يبقى كان مخدود شويه يا كابتن، كنت حاسس ان محمد طارق لسه عنده من الامكانيات، كنت بتكلم رجع من الاصابه، رجع من الاصابه كبيره، طارق بشوف بيتاهل على طول، كان اعتقد كان رباط صليبي اعتقد بالظبط، وما لعبش ماتشات كتير، يعني هو محمد طارق ما لعبش ماتشات كتير في الفتره الاخيره تخليه ان هو لما ينزل يبقى واثق في نفسه قوي، يعني ودي كانت من الحاجات، بس هو يعني انا شايف ان خطوه كويسه انك انت عينيك على الاهلي وتجديد امر ايجابي، هو يحضر البديل الفتره الجايه، ان هو عنده كاس العالم اللي جاي طبعا مطالب ان هو يعمل نتيجه كويسه، لان هو احنا وصلنا انها استفنا من اول ستة في العالم دلوقتي، يعني حتى احنا الرينك بتاعنا خامس لما في الاولمبياد احنا نزلنا خامس، نتيجه اللي انت تبقى خامس اولمبياد دي نتيجه ايجابيه ولا البعض شايف انها اخفاق؟ انت رايك ايه؟ لا هو الاولمبياد بالنسبه لي اخفاق، يعني الثلاث ميداليات هم اساس لا مش بتكلم على البعثه الاولمبيه بالكامل، يعني بتكلم على كره اليد، ان انت تبقى خامس اولمبياد ده نتيجه شايفها نتيجه جيده، نتيجه مرضيه لطموحات الجماهير المصريه ولا لا كنت مرضية. تطمح فيما هو اكثر من ذلك؟ لا ما كانتش مرضيه، لان احنا كنا رابع اللي قبلها في طوكيو، ايوه، ورابع بايه في اكسترا تايم، وزي ما انت شفت اسبانيا برضو الكره الاخيره والماتش وخلص في الاخر، يعني فده كان برضو كان بالنسبه لي اخفاق، ان احنا كنا رابع ما نزلتش خامس. كابتن احمد بلال نورت الدنيا، واكيد هيبقى يكون لنا حديث لكن بعد ما نستمتع ان شاء الله بالقرعه الخاصه بكاس العالم، بطوله كاس العالم للانديه اللي بتقام في نسختها ال 17 هنا من مدينه العلمين الجديده. خلونا ننتقل للزميل العزيز كابتن خالد خيري اللي هيقدم الحفل، ان شاء الله نستمتع بحفل مميز جدا وبعده نكمل كلامنا.